هل لمفاتيك؟ هل ميلانين؟ هل ار بي سيز؟ تقول لي بعدها الاكس كيوز. او كده النيتشر اوف ذيس ليجن، هل ده هايبربلاستيك ولا نيوبلاستيك ولا ماماتوما؟ يا جماعه فكروا، ولو المره الجايه قولوا لي لو عجبكم النظام ده هنزل لكم العمل كده. او في سؤال ولا ما فيهوش؟ ولو ان احنا متفقين ان بنعمل كده دايما. نكست بليز، بس تبقى الاسئله يعني نكست بليز عشان ما فيش وقت. انيوميريت التو هيستولوجيكال تايبس، قول لي حاجتين فاريشن من دي. هتقول طبعا دي انترانيرمال، وبعدين تقول في جنكشنال وفي الى اخر كومباوند. نكست بليز. هنا مثلا نقول ايه ستيت، قول لي حاجه ثانيه انذر كونديشن او كل كيس بتبقى تشبه لها. روكا بالكات اكس بليز. هيبقى كده الليجن ده كبسوليتد ولا لا بعد ما تقول الدياجنوز بتاعه. فعشان كده المحاضره ده ايه الكونتنتس بتاع دي؟ هل ده بلاد ولا ليمف؟ ليمف. واسمها ايه تقول؟ ليمفانجيو. هنا برضه ثاني اهو. هل دي الريكرنس ليمف بتاعها عالي ولا مش عالي؟ هنشوف برضه عالي ولا مش عالي. يعني هنسال شويه بره الصندوق يمين وشمال شويه لو اتفقنا على كده. يعني انا قلت اجيب لكم اكزامبل عشان تقولوا لي المره الجايه. دي طريقه كويسه هنزل لكم الامتحان كده. مضايقاكم نزل لكم الامتحان. لا ما تخافوش. ها الليجن ده ايه؟ هل ممكن يحصل انتربوني؟ اقعد يا استاذ. يحصل انتربوني ولا لا؟ تقول اه، ولما تقول اه يبقى اسمه سنتر. نكست بيس. الاكس راي بتاعت الليجن ده هل يبان في الاكس راي ولا ما يبانش؟ هتقول لي ما يبانش الا اذا ايه؟ عمل بورز سوسيلايزيشن فور ذا ادجست كورتيكال ريتيكول. نكست بيس. في بقى كده اسئله كتير هبقى اعمل لكم اكزام. اشكركم ونتقابل ان شاء الله.